بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حيا الإخوان، هذا واحد مباشر على السريع، جاء على غير ميعاد، يتعلق بواحد الموضوع اللي وليت كنشوفه بزاف. كتدخل اليوتيوب، كتدخل الفيسبوك، كتدخل جوجل، كتحل هذا العالم ديال الانترنت، كلا وتلقى ما يتحدى فلان، فلان يتحدى فلان، وفلان يتحدى فلان، وهذا يتحدى فلان، وهذا يتحدى فلان، وما كاين اللي يتحداني نتحداك. وما تشوف التحديث غير مجرد يعني تحدي في أمور تافهة التي تندرج ضمنها التفاهة التي أصبحت هي الشغل الشاغل للناس في هذا الزمن للأسف الشديد. فأنا قررت أن نتكلم في هذا الموضوع ونرفع التحدي للجميع، وأتحدى به كل هؤلاء جميعا، بل أتحدى كل الناس جميعا وبدون استثناء. ونريد التحدي الحقيقي، ماشي هو تربح هذا ولا يربحك هذا ولا دوز فيك منك كاميو ولا تجر طياره بشعرك ولا يضربوك بمدفع ولا ما يبقى لك حتى شي حاجه، ولا انك كتمارس هذه عمليه التحدي اللي هي امر سهل وبسيط، سهل بالممارسه والرياضه كيولي كيكتسب هذه القدره هذه. ولكن التحدي الحقيقي اللي انا بغيت اليوم نتحدى للجميع، اللي هو اخطر تحدي واصعب تحدي، اللي مكدوا عليه اصحاب البوادر ولا اصحاب الاحزمه السوداء ولا الفاندام ولا ما نعرفهاش، واللي هذا التحدي هذا يمكن يقدر عليه يقدر عليه واحد انسان ضعيف وما يقدش عليه واحد عنده يعني عضله ديال العود. لانه للاسف الشديد ولينا تنشوف ان هذا التحدي الذي اصبح يرفع اليوم من اجل شهره عالميه او محليه، واللي هو صار شغل شاغل لكثير من من, من من الناس، لا سيما فئه الشباب، واللي هي الفئه المستهدفه بعمليه الفساد والافساد. وتتسمع بان هنا مسابقات، اقصائيات، برامج، رياضات، تحدي ورهاناته الى اخره. وهذا النوع لا يعد تحديا بقدر ما يكون رغبه جامحه توافق هوى في النفس وتفجرت في لحظه من اللحظات لتحقيق مكسب مادي او معنوي يزول اثره مع مرور الوقت ويصبح جزء من الماضي بدون فائده ولا قيمه. ولكن التحدي الحقيقي اليوم والذي يثبت به المرء ويثبت به المرء ذاته عقلا وشرعا، ويثبت بانه انسان في المستوى، انسان على قدر كبير من الوعي والمسؤوليه، وان انسان ليس مثله في الوجود، لانه قادر انه هو يمارس واحد التحدي اللي قل من يستطيعه، قل من يستطيع هذا التحدي. ولا تحدي الجميع، واكررها مره اخرى، وهذا التحدي اللي هو هذا التحدي اللي كيمارسوا الناس اليوم، قلت هو انه عنده علاقه بشهوات ورغبه في الشهره ورغبه في تحقيق الماده والى اخره. ولكن هذا التحدي هذا ليس استسلاما للهوى ولا ركوبا لصهوه الشهوات ولا بلوغا لمراتب الشهره والنجوميه المزيفه ذات الاحلام الورديه التي تستحيل كوابيس تجعل الانسان بدون شخصيه ولا ذات معنويه كامله، باعتبار ان الانسان حقيقه هو الذي استطاع بناء الروح وليس على حساب الجسد، لا الذي استأثر اهتمامه بالمادة على حساب الروح. فيصير هؤلاء كالدمى يتحركون بدافع يخرج عن سيطرة الذات ومقوماتها ورغباتها التي لا تتنافى مع داعي الفطرة السليمة، فيصبح الشخص سجين اضطرابات نفسية وآلام معنوية تتحول مع مرور الوقت لأعطاب عضوية لا مخرج ولا منجا منها إلا بالعودة إلى طريق الله المستقيم، الذي يحتاج بالفعل إلى تحدي حقيقي ومواجهة شرسة مع صوارف الخير ودواعي الشر، حيث هناك يظهر المعدن الحقيقي للإنسان وقدرته على مواجهة التحديات الحقيقية التي تحول بين المخلوق وبين مطالبه الحقة المستقرة في دواخل كل إنسان، متمثلة في إدراك سعادة الدنيا وبلوغ الفردوس الأعلى. هذا هو التحدي الحقيقي، وتحدي الاستقامة على صراط الله المستقيم، لا سيما في مثل هذا الزمان. فما التحدي المطلوب اليوم؟ واليوم بالذات على كثرة الصوارف والمغريات والشهوات والملذات، كما وكيفا ووسيلة. التحدي اليوم، اسمع اسمع الشباب، الشباب اللي كاين تحداني ونتحداك، وانا نتحداك وانا نتحداني وندير لك وانا نفعل لك والى اخره. التحدي اليوم حين تجد شاب قد تسامى بنفسه عن التصابي، يعني كبر بين قوسين
يعني ما فيش ترهيش، ما فيش تسلقين. شاب في قوة توهج الشهوة ولكنه ضابط أموره، ثابت صابر متحمل ويتصرف بعقله وبوعي، ولم يستسلم لشهوات الزمان كغيره من كثير من الشباب. فتحدى دوافع العلاقات الغرامية وأحلامها ومنكراتها، وعف نفسه وفرجه عن الفاحشة في وقت صارت العفة شذوذا عند الغير. يعني الشباب اليوم إلى خبرتي بأنك لم تمارس الزنا وأنك لا تطلب علاقات ما يصدقكش، ما يتيقكش، وكان اللي ربما يستهزئ ويقول لك ماك انت هو عبد عمر بن الخطاب. يعني انت في هذا الزمن يعني مفروض عليك انك تنغمس في هذه الموبقات وهذه المصائب. فقلت انه تحدى نفسه وواجه هذه الامور، فلم يرتكب الزنا الذي هو سهل المنال، ولم يخض مغامرات المخدرات وانواعها، ووهم الرجوله الذي الصقوه بها ظلما وزورا. يعني دابا الراجل هو اللي تيكمي واللي تسكر ويسمى المخدرات ويضرب القرقوب والفانيل ما نعرفوا الشيشه والميكا والسيليسيوم، هذا هي بالنسبه لي ان هذا هو هذه الرجوله الحقه. ولم يأسره بريق الموضه واجتذابها، فكان شامه، يعني شام معنى علامه متميزه، علامه بين الاصدقاء والاقرباء والجيران بتعقله وثباته وتصبره وتقواه. هذا هو التحدي الحقيقي اليوم الشباب. دابا الشباب اليوم كيتحدى تيقول لي سيدي شوف الدريه المخيره انا نجيبها لك وانا نطيحها، بحال هز جويجه وكيصيد في الحمام، ويعتبر ان هذا شجاعه ورجوله وبطوله، بينما هذا اسهل شيء ممكن ان يفعله اي انسان اراد. ولكن التحدي الحقيقي هو ان تصمد امام تحديات الغريزه والشهوه وهذه الميوعه التي اصبحت كالتسونامي تحرق الاخضر واليابس. التحدي اليوم حين تجد المرأة أو الأنثى تترفع عن سفاسف الأمور التي تعلقت بها قلوب كثير من بنات جنسها من زينة وتبرج وعري وتجمل وتفحش وتبهرج وغير ذلك من الأمور، ولم يسحرها سراب الموضة وعروض الأزياء ومظاهر الخنا والتغنج، فسلمت من أن تكون دمية أو سلعة رخيصة على قارعة الطريق، وبقيت متألقة شامخة بحجابها ونقابها وعفتها ووقارها، فربحت الرهان وبلغت درجة التحدي ولا نعم التحدي. اليوم عندما تجد شاب أو فتاة في مقتبل العمر شباب محافظة على حجابها وعفتها وحيائها وقال في مثل هذا الزمان، أقسم بالله العظيم هذا هو التحدي الحقيقي، وهذه التي ينبغي أن يرفع على القبعة وأن يضرب لها ألف تحية وألف سلام. وليس تحدي الفتيات بالميوعة والعر والفجور والانحلال، وهذا ماش كيسموه ذاك العجب التشالنج ولا ما نعرف ذاك المرض، ويصدرنا أنه يفعلنا شيئا مستحيلا يصعب أن يفعل، بل هذا أسهل ما يكون. الصعب هو هذا، أن تثبت هذه الفتاة على حجابها وعفتها ووقارها في مثل هذا الزمان. التحدي اليوم حين ينجح الأب، وهذه تحديات للشباب وللنساء وللآباء وللعاملين ولكل الناس، حين ينجح الأب في تربية أبنائه تربية صالحة ولم يرفع الراية البيضاء ولم يعلن الاستسلام أمام شركاء التربية المفسدين من إعلام وتلفزة وشارع ورفقاء سوء وهلم مجرا، هؤلاء اللي هم شركاء الآن في تربية الأبناء وفي توجيه الأبناء وتوجيه الناشئة، شركاء للآباء. الرجل الحق الأب الذي يرفع التحدي هو الذي يستطيع أن ينتصر على هؤلاء جميعا. وكان أبا ناجحا استطاع أن يخلص أبناءه من براثين الفتن والفساد، وأن يخلصهم من بين أنياب العهر والمجون والانحراف. إنه التحدي الكبير الذي فشل فيه وفشل في أكثر الآباء. التحدي اليوم حين يصبر رب الأسرة على شظف العيش وضيق المسكن ولا يستسلم لمغريات إشهار الربا، ولم ينخدع بعبارات لكرب ثمن الشراء، ولم يخضع لضغوط الأسرة وإغراء الأصدقاء الذين يؤزونه أزا وهو يراهم يتطاولون في البنيان من حواليه، وقال بأعلى صوته لا للربا لا لمحاربة الله ورسوله، لم يغريه تطاول في البنيان
ولا التبختر بالسيارات ولا بالتنزه في المنتزهات ولا بالسياحة في الأرض بأموال الربا، بل صبر على شظف العيش ورضي بما قسم الله صابرا محتسبا، ولم يهزه ذلك الإغراء وذلك الإغواء. التحدي اليوم حين يبحث الإنسان المسلم عن عمل فلا يجد أمامه إلا أبواب الحرام مترعة فيتجاوزها ولا يلتفت إلى هذيان من حوله ويوصل تتقلب الخدمة يكون سيدي خدم لقيتها جاب لك الله خدمة قضي الغرض وتا فينا واد الحلال غتبقى تسنى فيه غتبقى تقلب عليه، لا لا يستمع إلى الأشياء ولا تحرك في قيد أنملة ويواصل رحلة التحدي بحثا عن الرزق الحلال وإن قل، لأنه يعلم أنه لا خير في حرام وإن كثر وأن كل لحم نبث من حرام فالنار أولى به. التحدي أيها الناس، أيها الشباب، أيها المغرر بهم، أتمنى أن يصلهم هذا التحدي. التحدي اليوم حين يقبض المسلم على جمر التقوى ويصبر على حر الطاعة ويمضي في طريق الله المستقيم دون أن يعبأ بكثرة الملذات وتنوع الشهوات أو يسمع لدعاة الهوى وشياطين الإنس الذين يترصدون السالكين على درب الهدى، فلم يخدعه أبدا بريق الدعوات الهدامة ولا عذوبة الأصوات الخادعة ولا بلاغة الكلمات الساحرة، وهو يعلم أن تحت سربال البشر يعني تحت حوايج الناس بكل يعني بنادم اللي مغطي تحت حوايجه يوجد ذئاب، توجد ذئاب، توجد ذئاب غادرة تخنق ولا تأكل، تغوي ولا تهدي، تفرح بهلاك البشر وتحزن لنجاتهم. التحدي الأكبر اليوم هو أن تدرك حقائق الأشياء من حولك فتميز بين غثها وسمينها وتفرق بين الحق والباطل فيها وتعرف الخير من الشر فيها فتسلك الطريق الصحيح ضمن كثرة الطرق وتشعبها وتختار الاختيار المناسب وسط ركام المواقف والآراء وتمضي في طريقك دون أن تكترث لقلة السالكين معك وتتحمل كامل مسؤوليتك ولا يثنيك كثرة الهالكين من حولك. تمشي في طريق الحق وحدك فتتحمل وتصبر ولا يهمك كثرة الهالكين في طريق الباطل. التحدي اليوم حين تشعر بمنتهى الغربة مع ذاتك، تشعر أنك غريب مع ذاتك، كأنك أحيانا تشعر وكأنك أنت الشد في هذا المجتمع بل أنت الحق والباقي شذوذ، تشعر بالغربة مع ذاتك وأهلك ومحيطك ومجتمعك فتحول تلك الغربة إلى سعادة، تحول تلك الغربة إلى سعادة في حين يجدها الآخرون شقاء وتعاسة وتتلذذ بها في زمن الوحشة، فلا تهتم بأقاويل الناس ولا تهكمتهم ولا تهمك تعليقاتهم ولا انتقاداتهم، ما يقولك معقد ولا متشدد ولا متطرفي ولا داعشي ولا مزمت ولا أي شيء من هذا الكلام، لا يهمك تمضي ولا تلتفت إلى عويل الكلاب لأنك في عالمك الخاص، لو علموا بحقيقته ما تركوك وحدك ولا زاحموك بالأكتاف. قيمة التحدي في هذا الزمان أن تثبت على الحق ولا تتلون فيه وتستقر على الهدى ولا تنقلب على عقبيك وأن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يرفع درجة المرء في الصالحين ويرفع الله قدره في الدارين، فيكون بذلك صاحب المعدن النفيس والأصل الأنفس. توكل على الله، توكل على الله فأعانه، واستنصر بالله فنصره، واستعان به على طريق الهدى فأعانه، ولم تستطع فتن الزمان وشهواته أن تنال منه قيد أنملة كما نالت من الكثير من الناس، فهم سرعى آخرون صحاب التحديات الفارغة، صحاب الغارقون في الشهوات ويظنون أنها تحديات، فهم سرعى في بيداء الضلالة كأنهم أعجاز نخل خاوية، ساقهم إبليس وأعوانه إلى قعر الهلاك وهم لا يشعرون. هذه هي كلماتي موجهة إلى أهل هذا البلد وكل الناس المسلمة في كل بلد بل إلى العالم بأسره،
التحدي وأن تكون على الحق اليوم، وأن تصبر وتتحمل وتواجه وتقاوم على أن تثبت حتى تلقى الله وأنت مسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حينما هجمت المغريات والشهوات والملذات ولم يصمد إلا الرجال الأشداء البؤساء أمام هذا التسونامي القوي الهادر الذي لم يقف أمامه شيء ولم يعد يقدر على مواجهة أحد إلا من رحم الله، ممن قويت عزيمته وتوكل على الله وعرف ما قصد فهان عليه ما وجد. هذا هو التحدي الذي أرفعه لا نفسي وعلى غيري، فليبلغ هذا التحدي من شاء أن يبلغه، وليظهر كل منا عزيمته وإرادته، وليظهر قوته وحنكته وصلابته وشدته. وهنا يظهر التحدي. وفقني الله وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.